كابتن طلال، كثير ناس تسألني ونسألون عن بعض الأشياء اللي تخصك كذا في حياتك الرياضية. واحدة من أهم أو من أغرب الأشياء اللي صارت للاعب في بطولة زي كأس آسيا في لبنان، أنت بدأت البطولة ظهير أيسر وخسرنا أمام اليابان يمكن 4-1، وبعدين أنت سويت رأس الحربة وأنت اللي أهلتنا للنهائي بالهدفين اللي سجلتهم. أول شيء، مين حطك ظهير وكيف وافقت؟ ومين حطك رأس حربة في نفس البطولة وكيف وافقت؟ وأنت أصلاً يعني في التليفونات في كذا زر اسمه الضبط اللي في مخك، هذا السيتنج كيف سويته وعدلت من تحضير طول الفترة الإعداد إنك ظهير فجأة رأس حربة؟ كيف أقنعك تروح ظهير ومين؟ طيب نجي القصة، القصة ترى طريفة، القصة شوية. لا ارفع لي صوتك، أنا ترى واحد سمعي طيب على قدي. أقول القصة طريفة هي. أيوة. في البداية كلاعب أول مرة تنضم للمنتخب السعودي الأول ضد مع نجوم كبار وأسماء كبيرة، فنفسك تتمنى أنك تلعب في أي مكان. فهذاك اليوم دخل عليه الكابتن ماتشالا مدرب المنتخب، ودائما لما يدخل عليك المدرب اعرف نفسك يا انك منسق يا انه ماشي خلاص يعني. فدخل علي الغرفه، كنا انا والكابتن عبد الله سليمان الله يذكره بالخير جالسين، قفل الباب. انا اول ما قفل الباب قلت بلغ بالقرار، الشنطه راجع الرياضه. ايوه جدا راجع. فقال لي عندي قرار لك، تقبل ولا لا؟ قلت له أقبل أي قرار تقول، أنه تنسيق يعني خلاص ماشي. فقال لي بلعبك ظهير، جهز نفسك أنك تلعب في البطولة هذه ظهير. هذا قبل البطولة بكم؟ قبل البطولة بخمس أيام، كنا معسكرين في الأردن. طيب رايحين بعد يومين على لبنان عشان خلاص نخش أجواء البطولة. فقلت له اي مكان تحطني بلعب، انا اهم شيء اني انزل الملعب في ذيك الفتره. فلعبنا مباراه اليابان، بصراحه تلعب ضد كمبيوتر معنى الكلمه. فلعبوا بحسبتنا لعب بصراحه، استغلوا المكان اللي انت يعني لا ما استغلوا المكان، الوضع العام كان في المنتخب ذيك الفتره في لعيبه ما كانوا حابين هذا المدرب، أسلوب المدرب معاهم كان جاف شوية. فخسارتنا من اليابان أعطت صلاحية للأمير سلطان بن فهد ذيك الفترة أنه يقيل هذا المدرب ويحط الكابتن ناصر الجوهر، وهنا تغير. أنت في الظهير كيف شفت الخانة؟ أنا في الأهلي كنت ألعب ظهير. لعبت في الأهلي ظهير؟ لعبت ظهير في الأهلي على المستوى الفريق الأول؟ على المستوى الفريق الأول يعني ما اخترت. لحظة، من المدرب يلعبك ظهير يسار؟ كان في زاناتا وكان في الكابتن أمين داب الله يرحمه، وراموس لعبت مع راموس ظهير.